وانا ذاك النهار حفيتي جا للدار، ايوا قال لي ميما انا ماما دايما تقول لي حناك دعوتها غير حسابات. قلت له وليدي قولها وعاود، انا ما كاش لي يحسب كيفي، وانا فهمت المعنى تاع عروستي. يا قلت له انا كل شيء لي حسابات، ونقد تكون حتى المعلمه في الرياضيات كما نقولوا. ايوا قال لي ميما فهمني. قلت له نفهم ولدي. قلت له خصك تشرب لاتاي. قال لي كنت ديجا موجداته كما نقولوا. ايوا قلت له اشرب اشربتينا وانا نفهمك منها. قلت له زوج زيد لها واحد شحال؟ قاعد يشوف فيا قال لي ربعه. قلت له لا ماشي ربعه، ثلاثه. ثلاث ايام وماك قاعده في دارهم ما على بالها لا بك لا بولدي، ما على بالها بوالو، قاعده في دارهم وهي من عندها. قال لي بصح امي ما قلت لك فهمني ففي الرياضيات ما ترددليش على ماما. قلت له نهضر لك على ماما باش تفهم، نقولوا كيما نقولوا هذيك نعملوا كيما نقولوا لا تيوري وفيها لا براتيك، نقولوا نعطيو ليكزومبل، خصني نعطيك المثال باش تفهم تثبت راسك مليح. واحد اخرى نزيد نفهمك الرياضيات مليح. قلت له شوف خمسه وزيد لها خمسه شحال؟ قال لي بالي 8. قلت له لا ماشي 8 10 كيلو تاع المقروط امك عملتها لولد خوتها، ولد خوتها عملوا له الحفله. علاش هذه الحفله؟ على خاطر هو عنده 5 سنين وتعلم يقول جو سوي الي اليكول، على خاطر هاد الكليمات عملوا لك الحفله والدنيا مقلوبه، واللي مشات عند لاكوافوز والدنيا راك عارف. وي امك 10 كيلو تاع المقروط حطتها غير باش نفرحوا بهادي جو سوي الي عليكم، ما تندمش حناكك. قال لي بصح امي ما قلت لك فهمني الحساب، منزيد نفهمك الحساب اسمعني مليح. قولوا 23 زيد لها 27 هي شحال؟ شوفي يا مليح ما عرفش. قلت له هي 50 لتر تاع الماء مواك استعملتها غير باش تحك المواعن، هات من هاد المواعن 3 تاع الطباسة 2 كيسان و5 تاع الفراشط، هادو هما المواعن. 50 لتر تاع الماء غير باش تحك لك المواعن. ايوا ما تندبش اسم هاد العروسه انا ما اديت لهاش. قال لي امي ما يباليتينا ما تقاش تقري الرياضيات. قلت له نقري الرياضيات ونقري حتى الفرونسيس، المره الماجيه نوري لكم القرايه تاع الصح. ما والو نتوما ماكم تعرفوا والو غير ماشيين 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 الحسابات ايه بصح. قولوا المثال خصك المثال، الا ما كاش المثال ما تفهم والو.